الرحيم. تم زراعة نبتة الأستيفيا في منطقة نجران الحضر بمزارعنا أبو منصور، من سنتين تم التجارب عليها ولله الحمد. كما تشاهدون الآن الشجرة المحلاة على شكل يستخدمها الإنسان أو المستهلك على شكل ورق مطحون بلونها الأخضر. الأستيفيا آمنة 100% للمستهلك، من جودة المحلة اللي فيها طبيعية جدا للأهل الدايت واللي عندهم